نحن الآن في مطار القامشلي الذي يعتبر أهم القواعد العسكرية للقوات الروسية في المنطقة. وصلت هذه القافلة اليوم إلى مطار القامشلي قادمة من مطار حميميم في الساحل السوري. طبعا هذه القافلة مرت بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية مرورا بالمناطق المحتلة من قبل تركيا والفصائل المسلحة الموالية لأنقرة، مرورا بمناطق قوات سوريا الديمقراطية وصولا إلى مطار القامشلي والذي يعتبر القاعدة الاستراتيجية للقوات الروسية في الشمال السوري. طبعا هذه القافلة حسب القوات الروسية تضم المواد الغذائية وسيتم توزيعها إلى الأهالي في المنطقة. هذه القافلة تدخل إلى الشمال السوري في الوقت الذي تعاني منها المنطقة ظروفا صعبة، ولا سيما إغلاق جميع المعابر الإنسانية مع المنطقة لتكون منطقة الشمال السوري محاصرة من جميع الجهات. يعني كما أشرت سابقا هذه القافلة تدخل في الوقت الذي تعاني منها مناطق شمال وشرق سوريا ظروفا صعبة.